مباشرة من دربدة نقول صباح الخير دكتورة تورية تمارا أخصائية في طب النساء والتوليد. صباح الخير عليك ومرحبا بك. صباح الخير الأخت حليمة، شكرا على الاستضافة ومرحبا بكل المستمعين الكرام. مبروك عواشركم، رمضان مبارك سعيد علينا وعليكم. كل الخير وبصحيحة والعافية دكتورة تورية تمارا. يا ربي أمين. البارح خلينا ديك السيدة حملة اليوم بالزربه غتوصل المرحله ديال الرضاعه اللي غنتكلموا عليها معك دكتوره تورية تمارا. اكيد يعني مجموعه من التساؤلات اللي كطرح خلال هذه الفتره كذلك، واللي كتعتبر من طبيعه الحال فتره مهمه في النمو ديال الطفل. فالرضاعه والصيام، هل يشكل الصيام خطر على المرضع في هذه الفتره او على الطفل كذلك؟ نعم نعم الأخت حليمة، كما قلت البارح تكلمنا على المرأة الحامل اليوم والصيام، واليوم غادي نتكلموا على المرأة المرضعة والصيام. فكحنا دابا كنقسموا ديك الفترة ديال الرضاعة إلى قسمين، قبل من 6 شهور ومن بعد 6 شهور. الشهور الأولى، كنهضروا على الشهور الأولى ديال الرضاعة. السيدة المرضعة في ديك 6 شهور الأولى كنعرفوا بأن الطفل كيطلب بزاف ديال الواجبات، خصو يرضع بزاف تاع المرات. بعض المرات كيكون كل ساعة، بعض المرات كل ساعتين. دونك الرضاعة الطبيعية، دابا كنهضر على الرضاعة الطبيعية المحضة، ما كتعطيه الأم ديالو حتى حاجة ما عدا التدي ديالها. ففي الحقيقة ما خصاش الصوم. ها علاش غادي نشرح علاش ما خصاش الصوم؟ لأن الصيام غادي يقلل ليها داك الحليب ديالها، وحنا كنعرفوا بأن الحليب ديال الأم كيتكون من 78% ديال الماء و 4% ديال الدهنيات، وفي السكريات والبروتينات معلوم والفيتامينات واملاح معدنيه ومضادات حيويه واللي كدوز الام للطفل ديالها يعني وجبه كامله متكامله ودافئ، ما كنسخنوه ما والو، معقم وكل شيء. فالصوم غادي ينقص الحليب وغادي يجعل الرضيع يطلب الوجبات اكثر، ما كيشبعش. علاش ما كيشبعش؟ لان هذاك الحليب ناقص فيه منه الدهنيات. ملي ناقص منه الدهنيات هو كيجعلو ما كيشبعش، خصو يبقى ياخذ اكثر واكثر تاع الوجبات. وغادي يبدا يغوت ويصرخ، وديك الحفاضات ديالو غادي يقدروا ينقصوا من البلل. دونك ما كيديرش بيبي بزاف، ما كيقرش بزاف، وهذا كيأثر على الوزن ديالو، وكيقدر يأثر على النمو ديالو لا الجسماني ولا العقلي. وخصوصا في هذه المرحله الاولى دكتوره تورية، يعني خصوصا هذه المرحله الاولى اللي هي كتعتبر مرحله مهمه جدا في النمو. نعم في الشهور الاولى هذه كنهضر على الشهور الاولى. دونك هنا ملي كنهضروا على الشهور الاولى راه واحد الفتره اللي هي مهمه جدا جدا في نمو الطفل. دونك وكيرهق الام غترهق بزاف، لان واحد السيده اللي هي صائمه واللي هذاك الطفل كيطلب منها الواجبات كل مره خصو يرضع، وهي ديجا ناقص من عندها الماء وناقص من عندها كل شيء، الحليب ديالها ناقص، ما كاينش عندها الحليب بزاف. دونك هذا كيأثر على الطفل وكيأثر عليها هي، حتى هي كترهق. وهذه دونك في هذه الفتره الاولى 6 شهور الاولى الا كانت كتعطي غير الحليب ديالها خاصها في الحقيقه ما تصومش. إلا كانت هذيك السيده كترضع عندها ديك الرضاعه ميكست، يعني كترضع تعطي التدي ديالها وكتعطي كذلك الحليب الاصطناعي. فهنا إلا بغات الام مثلا ترضع في النهار تعطي جوج وجبات ولا ثلاثه ماشي مشكل، والرضاعه كلها كتكون في الليل ملي هي كتفطر. هنايا إلا تقدر تصوم، إلا ما كانتش كتعطي ما كانتش كترضع 100% بالرضاعة الطبيعية. نعم. ولكن هنا غنحل واحد القوسين. واحد القوس أنا ما كنشجعش باش هاد الأم في رمضان، في شهر رمضان تبدا تاخذ الحليب الصناعي تعطيه للطفل ديالها في النهار، وفي الليل ينسب تعطيه الحليب ديالها، لأن هاد النعمة
ما بغيتهاش تحرم الطفل ديالها. صح وحنا تنعرفوا بان يعني الحليب الطبيعي تيبقى احسن وافضل يعني أفضل بكثير وأحسن. جدا نعم. ليس له ثمن ويحتوي على نعم ويحتوي كيف ما قلتي على مجموعه من مصادر الطاقه والمعادن والفيتامينات. نعم دونك هنا ما كنشجعش هادو في حاله السيدات اللي هما قبل من رمضان ولا هما كيعطيو بحال هكا كيديروا داك لايت موميكس حيت كاين سيدات اللي هما مثلا في الخدمه ديالهم ولا عندهم ظروف ظروف اللي ما كتسمحش ليهم باش يعطيو الرضيع ديالهم يرضعوه بالليل وبالنهار يقدروا يرضعوا دائما فهنا هاد السيدات يقدروا يصوموا وفي الليل راه كتعطيه الهدم اللي كتاكل هي يوم اللي سميتو تقدر ترضعوا الرضاعه الطبيعيه. هذه هضرنا فوق قبل من 6 شهور الشهور الاولى دابا من فوق 6 شهور هذاك الرضيع كيبدا ياكل كنبداو نعطيوه خضار نعطيوه لافارين بروتينات على شكل بيض ولا حوت ولا لحم ولا هذا نعطيوه ياغورت دونك كيبدا ياكل شويه بشويه فهاد السيدات يقدروا يصوموا الطفل ديالهم عنده اكثر من 6 شهور وبدا كياكل يقدروا يصوموا لان في النهار غتعطيه مثلا كما قلنا جوج وجبات ولا ثلاثه ولا شحال اللي قدات ولكن الطفل هو كيعوض هذاك الحليب ديالها هي بالماكله اللي كياكل باطعمه اطعمه اللي كياكل راه كياكل كل شيء في الليل ملي كتفطر هي ديك الساعه هي كتكون واكله مزيان وكتكون هذا ديك الساعه كتقدر تعطيه الحليب ديالها ما كاين حتى شي مشكل. كان نعم. واحد سؤال دكتوره نعم. اللي كيطرح كذلك المراه اللي كتكون عندها السكري اثناء الحمل وتتبقى كذلك يعني نسبه او يعني كيبقى داء السكري في هذه الفتره ديال الرضاعه يعني هنايا المراه شنو دير؟ هنايا ما تصومش لانه اذا كان عندها داء السكري من بعد حيت داء السكري في فتره الحمل كيكون بالابر كيكون بالانسولين دونك تما بدون مناقشه ما غتصومش فتره الرضاعه كتشوف مع الطبيب ديالها هي في الغالب كتبقى الا كان بقى عندها السكر الا كان عادي الحمل الا كان عادي الحمل راه في الغالب تتقاد من بعد الولاده ولكن الا كانت هي اصلا عندها داء السكري وكانت كدير الانسولين راه هي ما خصهاش تصوم نهائيا. نعم واضح. واخا هنا غادي ندوزو معك دكتوره توريا تمارا النظام الغذائي اثناء هذه الفتره هذه بالنسبه للمرضع. نعم دونك هنايا النظام خص السيدات المرضعات يتهلاو في راسهم يتهلاو في راسهم ملي كنقول يتهلاو في راسهم يتهلاو في راسهم مزيان اولا التغذيه تكون متوازنه متكامله غنيه بالبروتينات والفيتامينات والاملاح المعدنيه والالياف دونك تقدر تاكل كل شيء الماكله راه هي معروفه وشرب الماء والسوائل والتيزان الماء انا ديما تنقول السيدات المرضعات فين ما تشدوا الطفل ديالكم وديروه في الصدر ديالكم الا وقرعه الماء قدامكم كل مره تشربوا شويه الماء لان الماء من الضروري الاتزان كما قلت السوائل ولكن ما يحيدوا دوك المشروبات الغازيه ولي فاست فود وداك الشيء يحاولوا لان هذاك الشيء كيضر حتى الطفل ديالهم حتى هو هو اللي كيدير لك لي غاز في الكريشه هو اللي كيدير لان اي حاجه كتاكلها السيده الا وكتدوز في الحليب الا وكتدوز لعند هذاك الطفل دونك الا كانت شي حاجه زوينه غتعرف بان راه غدوز شي حاجه زوينه للطفل ديالها خذات شي حاجه اللي شويه ماشي هي هذيك راه غدوزها للطفل ديالها. نعم. دونك وخاص المراه المرضعه هذه واحد لو بوان اللي كنقولوا دائما هي التعاون ببعض المكملات الغذائيه، انا كنسمح وكنقولها دائما لان كيعاونوا فمثلا الحديد، انا بالنسبه ليا المراه المرضعه تاخذ الحديد لان ذاك الحليب ديالها كيدوز منه وخاصها باش ما تطيحش في فقر الدم، ديجا هي في الحمل ديالها هزت هذاك الطفل مده 9 شهور وهي كتتوكلوا كتكبروا في كرشه ومن بعد عاوتاني في الرضاعه ثاني هذيك المده كاين اللي كيرضع حتى العامين كيرضع حتى العامين لان الرضاعه كاين كل واحد وشحال كيرضع دونك كننصح
بالمكملات الغذائيه وخصوصا ديال فقر الدم. نعم، وطبيعة الحال تحت استشاره طبيه ومعاينه طبيه. نعم تحت استشاره طبيه ومعاينه طبيه، وفي الغالب الاطباء كلهم كيتفقوا معي على الحديد يتزاد، لان الاكثريه السيدات كيكون عندهم فقر الدم، وحتى لما كانش فقر الدم كيكون قريب هذاك لو دوزاج ملي كنديروا تاع الهيموغلوبين وتاع لافيريتين ما كيكونش طالع بزاف. دونك باش ما طيحش فقر الدم من الاحسن تاخذ الحديد. الحديد هي كمكمل غذائي، المكملات الغذائيه. نعم، وخاص الراحه الجسمانيه، خاص الراحه الجسمانيه، ما يكونش واحد التعب كثير، والراحه النفسيه ما يكونش واحد التوتر، واحد القلق، واحد هذا، لان هادشي كله كيأثر على الحليب، كيأثر عليه في لا كونتيتي وفي لا كاليتي، يعني كيأثر عليه في الكم والكيف. نعم، والجوده ديال طبيعه الحال ديال الحليب، تاع الحليب. داكشي علاش كنقول بان المراه المرضعه هي السيده يمكن اللي اكثر خصتها الله فراسها مزيان الا بغات هذاك الطفل ديالها النمو ديالو يكون مزيان، ويكون تعطينا واحد الطفل اللي هو ذكي واللي هو حيوي واللي هو لان هذاك الحليب ديال الام حقيقه نعمه من نعم الله. نعم. واللي هو فيه جميع المكونات اللي ما تقدرش تلقى في الحليب الصناعي، ما كاينش. اكيد اكيد بكل تاكيد. فإذا غير باش نعاودوا نقدموا كنصيحة أخيرة دكتورة تورية تمارا لكل المرضعات اللي هما في هذه الفترة هذه، يتهلاو في راسهم، النظام الغذائي ديالهم يتهلاو فيه بطبيعة الحال، نظام غذائي متنوع ومتوازن، ثم يحرصوا على أن الرضاعة تكون طبيعية إلى ربي نعم عليهم بهذه المسألة، فيمشيوا في هذا الاتجاه ديال الرضاعة الطبيعية. ما نساوش النشاط البدني، شوية ديال لامارش، شوية ديال المشي، شوية ديال الرياضة، ثم النوم الكافي وقسط من الراحة دكتورة تورية، وراحت البال. راحت البال فوالا اكزاكتومون. شويه ديال المشي، شويه ديال هذا، من راه حنا كنعرفوا بهاد السيدات المغربيات دائما هما تيخدموا تيديروا، دونك راه دائما النشاط كاين، النشاط موجود. كنطلبوا حنا من الراحه اللي هي ضروري خصها تكون جسمانيه وكتكون نفسيه، وهادشي من الناس من زمان وحنا كنسمعوا دائما تيقول لك هذيك السيده راها مرضعه خصنا ما نقلقوهاش، خصنا ما باش ما يمشيش لها الحليب، او باش بهذا المصطلح تنقولوا باش ما يهربش لها الحليب، ما يهربش الحليب فوالا اكزاكتومون. وهذاك الشيء حقيقي. نعم. وهذاك الشيء حقيقي، وكنشوفوا دابا بزاف السيدات ولاو ما كيرضعوش بزاف، تيقول لك راه هرب لينا الحليب. ملي كتجي تشوفي كتلقاي بان الحاله النفسيه ديالها ماشي هي هذيك، عندها بزاف المشاكل، عندها بزاف ديال هذا. وداك الشيء علاش كنطلبوا من السيدات الحوامل المرضعات في هذه الفتره، حتى الحوامل والمرضعات في الفتره ديال الحمل ديالهم او الرضاعه ديالهم، يتهلاو في راسهم، يشوفوا غير راسهم، يكونوا ان بو ايغويست. نعم، شوفوا غير راسهم ويتهلاو مزيان، ويتهلاو في راسهم. هذا هو الاهم اثناء هذه الفتره هذه بطبيعه الحال. نعم. الراحه النفسيه اللي كتلعب دور كبير جدا. صح. واكيد دكتوره تورية تمارا، اكيد خلال يعني مسارك ويعني المشوار المهني ديالك، اكيد انك كنتي مشرفه على عده ولادات. وغتكون دازت عندك التسميه ديال راديا، شي مولوده تولدات بالاسم ديال راديا. ايه كاستاذه، وحنا حنا في هذا الصباح هذا بغينا نهديوك واحد الاهداء خاص جدا دكتوره تورية تمارا، راديا. شكرا. بصوتنا مع الحلو. شكرا جزيلا. شكرا. اسم عجيب، اسم جميل جدا. نعم، من الاسماء الجميله جدا ديالنا. شكرا جزيلا لك دكتوره تورية تمارا، نتلاقاو بك في حلقات مقبله.